النشرة الثامنة للأخبار، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. رئيس الحكومة يتابع المنظومة الحدودية الأمنية والديوانية لمعبر ببوش ويعلن الانطلاق قريبا في مشروع تهيئة معبر ملول الحدودي مع الجزائر. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تزايد الإقبال على نقاط بيع الأضاحي، ووزارة الصناعة تطلق حملة وطنية لتجميع جلود الأضاحي وتثمينها. شهدان فلسطينيان و270 جريحا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى شرق قطاع غزة. دعماً للعلاقات التونسية الجزائرية، وبعد ما راج مؤخراً من أخبار عن سوء معاملة السياح الجزائريين، أدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيارة لمعبري ملولة وببوش. المعبر الحدودي ملولة الذي سيتم قريباً الانطلاق في مشروع تهيئته بقيمة 19 مليون دينار. جزائرية؟ شو كنت تقول؟ فيف لا تونيزي. حابها انت تونس؟ نعم. كل عام تجي؟ نعم. حملت العلم حية البلد والتقطت صورة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي حل بالمعبر الحدودي ملولة من معتمدية تبرقة بولاية جندوبة ليعلن عن الانطلاق قريبا في مشروع تهيئة المعبر بقيمة 19 مليون دينار. زيارة الشاهد والتي تأتي بعدما راج مؤخرا في بعض وسائل الإعلام الجزائرية من سوء معاملة السياح الجزائريين في تونس، اطلع من خلالها رئيس الحكومة على سير العمل بالمعبر متحدثا للأعوان وللأشقاء الجزائريين، مؤكدا أن تونس والجزائر شعب واحد في دولتين. سنة تقريبا استقبلنا أكثر من 2,400,000 جزائري جاءوا لتونس للسياحة. صارت هذه الحملة للأسف معناها من أطراف، وإحنا هنا حبينا نأكدوا على ضرورة حسن استقبال الجزائريين. المعبر هذا حقيقة فما مجهودات، ولكن مازال ما يرتقيش إلى معبر معناها في أهمية هذا الكم الهائل، أكثر من 2 مليون من المعبر هذا فقط. فهناك مشروع كبير بكلفة 19 مليون دينار لإعادة تهيئة الماء المعبر حتى نقلص في معناها الانتظار. اليوم حابين نأكدوا أيضا أنه الأخوة الجزائريين هذه بلادهم وجيوا لتونس، وكل التسهيلات لازم تكون متوفرة في النزل وفي كل الأماكن للأخوة الجزائريين اللي قبل ما يكونوا سياح هم أخوة جزائريين. كل عام أنا هنا، تعجبني تونس وفي النظام ربي بارك والامن، وبصراحه حتى بتزير ما لقيناهاش. هذا ديما نجيو لتونس كل شهر ونص ماكسيموم شهرين، نجي ونقعدوا هنا نحوس. حبوها تونس قد خاوه من بيناتنا عداوه، نفوتوا لي فاكونس كدا نخدموا بيان نعقبوا لي فاكونس هنا. ليك الحاجه اللي تخلينا نجيو لهنا سي لو كونفور، يعني لو كونفور نكونوا تري زاليز لهنا. ومن النقطة الحدودية بملولة إلى المركز الحدودي بببوش، حيث فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية تحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث تابع المنظومة الحدودية الأمنية للمعبر متفقدا جاهزية قوات الأمن والجيش الوطنيين والديوانة. المعنويات مرتفعة لكل الأعوان اللي شفناهم اليوم، وعزيمة متاحهم والإرادة متاحهم في حماية حدود الوطن، في حماية تونس من الإرهاب، عزيمة قوية وإرادة قوية. حبينا نزيد نأكدوا هذا، فخر لنا المنظومة هذه، والدولة ستكون داعمة أكثر فأكثر لأعوانا في المناطق الحدودية. في ظل الوضع المالي الصعب، معناها تقريب 15% ميزانية الدولة التونسية تمشي لوزارتي الداخلية والدفاع لحماية المواطن التونسي، لحماية الحدود التونسية، وهذا خيار كان، وهذا كان على حساب خيارات أخرى، ولكن هذه أولوية. الأمن أولوية، أمن التوانسة أولوية. على الحدود التونسية الجزائرية وبين معبري ملولة وببوش، كانت إذن زيارة رئيس الحكومة تأكيدا على متانة العلاقات التونسية الجزائرية ودعما لمعنويات الديوانة والقوات الأمنية والعسكرية. تعلم وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تنفيذا لقرار رئيس الحكومة المتعلق بتمكين المتقاعدين من مستحقاتهم وصرفها كاملة على 4 أقساط، تم اليوم صرف القسط الأول من مخلفات المنحة الاستثنائية التي تم إقرارها لمتقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وقبل بضعة أيام من عيد الأضحى يتكثف الإقبال على نقاط بيع الأضاحي، ورغم وفرة العرض تبقى الأسعار موضوع نقاش. في بوسيلم ومنزل تميم رصدت كاميرا الأخبار آراء الأطراف المعنية. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تصل نقاط البيع الموزعة على الولايات وجهة للمستهلكين. بعضهم تحدث عن وفرة في العرض وجودة لم تقترن بأسعار تراعي المقدرة الشرائية، وبعض آخر أثار خاصة في مدينتي بوسلم ومنزل تميم إمكانية انخفاض هذه الأسعار حتى يظفروا بالأضاحي المناسبة. السوم ثم ناس تغني بسوم غالي اليوم وبش يحكم فيها السوق. جينا للوقت الفاصل بش يحكم السوق إن شاء الله. الأسوام مش مسؤولين الجميع. ذوق الثمر علوش ب800,000، ها مويه تو القليل ما عادش خالط عليه، اقل علوش ب350. شكون عنده 350؟ حسب رايي اسعار مناسبه في متناول الناس الكل. تم اسعار باهت شوي وتم اسعار في مستوى متوسط بين 300-350. الزوالي 200,000 و300,000 ما ياخذش مسكين، يبقى هكا يبقى يتفرج. انا كاني كل يوم راني في السوق، عقد ما زدنا على عقد ما السوم ديما يطلع يزر. حركة البيع والشراء في تقدير المربين لم تبلغ بعد المستوى المطلوب رغم محاولات استمالة المستهلكين بأضاحي موصوفة بالجيدة. أسعارها قد تكون باهظة بسبب ما اعتبر زيادة في أسعار الأعلاف وتكلفة الإنتاج وغياب الدعم. الأسوان باهي بالنسبة، أما العلف غالي شوي. العلف هو اللي غالي، وكان يرخصنا الحاكم بالعلف عمل كل ذلك فرحان. نحن جماعة مربين هنا في الزقالبة والبلايص تضمنا فلاحة يا رب والعلوش. قل لي يا سيدي نوفر لك العلف فضايا رخيص والعلوش تبيعه ب5,000 الكيلو، ونين بيحولك نصحح لك في ورقة نبيع لك. أما أنت تخلي لي تجبد يديك وتخلي لي تلت شوفين جماعة بيعة العلف وبيعة الواحد كل يوم الطريفة. امشي اللي يبيع العلفة كل يوم يبيع لك اليوم ب36، يقول لك خذك 42 43. لا فما مفقد يتفقد، لا فما حد شيء. سوانات ماشي خلي العلف غالي، وقعوا العلف غالي ياسر. فلاحة تعب العلفة قالوا لنا مدعمة ماهيش مدعمة، ناخذ شكارة العلفة أغلى من شكارة السميد اللي ناكلوا فيه. تعبين شتاء صيف ربيع خريف ديما نعانوا في السروح في العسة نعانوا من السرقات. نعنى العلفة غالية، القرط غالي، والوجه اللي شري عنده الحق. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كانت قد أعلنت منذ بضعة أيام توفير 1,390,000 رأس من الأضاحي، وزعت على 136 نقطة بيع في 19 ولاية. وفي خطوة هي الأولى من نوعها في تونس تهدف إلى تثمين الجلود كثروة وطنية والحد من التلوث البيئي الناتج عنها، أعلنت وزارة الصناعة والمؤسسة الصغرى والمتوسطة اليوم خلال ندوة صحفية عن إطلاق حملة وطنية لتجميع وتثمين جلود أضاحي العيد. تتطلب العملية التي تعتبر الأولى من نوعها في تونس وتشمل ولايات تونس الكبرى كانطلاقة أولية جمع جلود أضاحي العيد وجعلها متاحة أمام الدباغين من أجل تثمينها واستخدامها في الصناعات الجلدية التي تعد من القطاعات ذات المؤهلات الكبيرة للتصدير. قطاع عنده مجال للتصدير وعنده مجال استعماله في السوق المحلية. جلد متاع اللوش وحده يجب يعمل لك تنتج به زوز سبابط ولا زوز سيكان، فبالتالي القطاع متاع جلود الأحذية قطاع مهم ياسر. عندنا حوالي 250 مؤسسة صناعية في قطاع الجلود والأحذية، ومنهم معظمهم مصدرين كليا، تقريبا 180 مصدرين كليا، حوالي 40,000 موطن شغل. قطاع مهم ياسر، و4 إلى 5% من صادرات من تصديرنا هو من قطاع الجلود والأحذية. دونك عندنا قطاع مهم اليوم، ولكن نجم يكون أهم. راهو قطاع استثماري ومقتنعين به، يلزمنا شوية وقت. اليوم جات الفرصة باش في جانب الجلود وناخذوا يعني الانيشيتيف هذه ان شاء الله كان خير. ويؤكد المركز الوطني للجلود والأحذية على قواعد تجميع جلود الأضاحي والمحافظة عليها من خلال توفير 83 نقطة تجميع في ولايات تونس وبن عروس وأريانا ومنوبة. فما جمعيات باش تدور باش تعطي كمية من الملح، على كل جلدة يلزم كيلو ملح وساشيات يطوي يحطوا في ساشي ويحطوا قدام الباب. البلديات اللي تفهمنا معاهم هذوما الداخلين في الحملة، معناها فما حاويات خاصة باش يدوروا، معناها زادة فما أوقات خاصة باش يدوروا باش يهزوا لك 83 نقطة اللي تفهمنا فيها. جلودنا تعرف في العيد تكون كارثة بيئية وخاصة صحية، أنه في ساعة تفسد في السخانة وتنجم معناها تلوث لنا محيطنا. لذلك احنا شاركنا كجمعيات، ثم 23 جمعية بدينا في تونس الكبرى
البرنامج هذا، وإن شاء الله الأعوام القادمة يشمل كامل تراب الجمهورية. وفي انتظار نجاح هذه المبادرة التي ستشمل في السنة المقبلة باقي ولايات الجمهورية، يبقى وعي المواطن مهما لتفادي خسارة هذه الثروة الأولية من جهة، وتفادي تأثيراتها السلبية على البيئة من جهة أخرى. واستعدادا لعيد الأضحى وحتى تمر بسلام، نظم المرصد الوطني للسلامة المرورية حملة توعوية للحد من حوادث الطرقات. مثلت الحملة التوعوية التي نظمها المرصد الوطني للسلامة المرورية في توزيع مطويات تحذر من السرعة المفرطة واستعمال الهاتف أثناء السياقة وضرورة ارتداء حزام الأمان، إضافة إلى الحديث المباشر مع مستعملي الطريق. هذه الحملة التي تندرج ضمن حملة وطنية تحت شعار عطلة آمنة كان لها انعكاس إيجابي في الحد من حوادث الطرقات مقارنة بالسنة الفارطة، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي للمرصد أسامة المبروك. هذه قاعدة تعطي بأكلة، وإحنا قاعدين نسجلوا في انخفاض تدريجي في حوادث المرور، رغم اللي فما حوادث مفجعة. إحنا سجلنا منذ مطلع شهر أوت إلى غاية يوم 15 أوت، على مدى 15 يوم سجلنا 169 حادث مروري بمختلف الطرقات بالجمهورية التونسية، خلف 48 قتيل و 329 جريح. كي نقارنوا بنفس الفترة من السنة الماضية نلقاو انخفاض في عدد الحوادث ب 129 حادث، انخفاض أيضا في عدد القتلى ب 35 قتيل، وانخفاض ملحوظ في عدد الجرحى ب 135 جريح. مازلنا مواصلين في الحملات التوعوية. خدمنا طيلة السنة هذه بالشراكة مع المرصد في حملات تحسيسية بالمؤسسات التربوية وفي الطرقات في شهر رمضان في عيد الفطر، واليوم موجودين مع المرصد في الحملة هذه لتحسيس سائقي السيارات باستعمال حزام الأمان والتخفيف من السرعة وعدم استعمال هاتف الجوال. مستعملو الطريق كانت ردود أفعالهم متابعين حول جدوى هذه الحملات، فمنهم من يرى أنها ينقصها بعض المعلقات الصادمة، كما يرى آخرون أن الحل الوحيد في احترام قواعد المرور هو الردع. الجانب الردعي هو اللي يعطي أكله، انه المواطن ولا يخاف ماكل خطير اكثر واقل. تو برك شديت فرام والبلا وكان مش الحزام الامان، رانا تعدينا في الواحد وعي ما فماش ناقصه وعي بشي سرعه يا ودي كله هو. لا المواطن التونسي ما عنده حتى وعي بخطورة الطريق، يستعمل التليفون وما يحطش السبته وديما يجري. كما قلت حملات توعويه امام الصغرى، معنا صغار ما درس اساسا في الحملات في اوراق محطوطه. انا بون ما راهيش حاجه مهمه برشا، دي بريفيرونس كون هكا ديزافيش باهيني دي شوك هكا ديزيماج شوك كيما اللي عملوهم قبل، كانوا فما ديزافيش معناتك شوكونت كي تمس شويه المواطن. الحملات التوعويه متواصله الى ما بعد عيد الاضحى من اجل برنامج العطله الامنه، حسب ما افاد به المرصد الوطني للسلامه المروريه. وبمناسبة عيد الأضحى، أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته اليوم أن عطلة الأعوان العموميين ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين. وأشار البلاغ أن ضبط هذه العطلة يأتي تبعا لما أعلن عنه مفتي الجمهورية أن الأحد القادم هو مفتتح شهر ذي الحجة لهذا العام 1439، ويوم الثلاثاء القادم هو أول أيام عيد الأضحى. كما أعلن البريد التونسي فتح مكاتبه في كافة أنحاء الجمهورية لتأمين حصة عمل غدا من 7:30 صباحا إلى 1:30 زوالا بشكل استثنائي. إذن مناسبة تتوالى على التونسي في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ما أرهق ميزانية العائلة. النقل التالي بحث في هذا الموضوع. مناسبات متتالية ومصاريف متعددة ومقدرات شرائية متدهورة في ظل غلاء المعيشة، وضعية يقف أمامها التونسي حائرا في ظل غياب حلول تساعده على مجابهة الوضع. كان حن عليه البنكاج وعطاه أفونس هوين سينو مسكين ليه هرب. نسبت كما واحد كل واحد حسب ميزانيته شنية اللي يقدر عليها يقدر ولا ما يقدرش، مش حاجة لازمة. قول باش تنظم روحك ما تنجمش تنظم روحك، سقطوا في البلاد هذه ما تنجمش تنظم روحك. ديما المفاجآت جاية، ديما الخطايا جاية، ديما هابط عليك موسم، ديما هابط عليك عيد صغير، عيد كبير، فهمت؟ التونسي ربي معاه. التونسي يحب يعيش أكثر من طاقته. إذا كان فهمت الله يصور 800 مليون في الشهر، يحب يصرف زملين، مش ضرورية، نستغنى عليها. ما عندناش ثقافة المقاطعة البويكوت كما في الدول المتقدمة، حاجة تغلى نقطعوها، لا، احنا حاجة تغلى نشدوا عليها صف. استغنى على برشا مناسبات، مثلا الخلاع البحر، لازم يضحي. وين اللي يضحي اذا كان ما عنده اولاد يقف؟
إذا كان عنده مش يعمل على وش العيد مش يضحي على مسائل أخرى، مش يضحي على مسائل أخرى، مش يضحي باش مش باش غالي برشا. تدهور ميزانية العائلة مرتبط أساساً بتدهور ميزانية الدولة، هذا ما أكده بعض المواطنين الذين يلتجئون إلى التصرف حسب الإمكانيات لمجاراة الوضع. نجم نقول لك ميزانية العائلة وميزانيتي الشخصية في عائلتي مرتبطة بميزانية الدولة، ميزانية الدولة تعبة ميزانيتي تعبة، برنسيب تصرف حسب إمكانياته وش عنده وش نجم يتصرف. مثلاً في العلوش واحد يعمل بروجرام قبل بست شهر وإذا كان عنده موارد أخرى. لا صابرين مش نعملوا، هلا صابرين نقدروا ناخذوا ما قدرناش، مش لازم كان قدرنا نعيدوا ما قدرناش ما نعيدوش. نخلص هذه نشري هذه نكاش نكرينا شي تاع معناتها نهزوا الأمور بالسياسة في كاش بس ما تصبش عليه الأمور برشا. عندي نشري ما عنديش نصبر ربي نصبر. عندنا. وقد يكون حسن التصرف والاقتصاد في المعيشة وعدم اللهفة والتبذير حلولا على المدى القصير في انتظار انخفاض الأسعار وتحسن اقتصاد البلاد. فيما يخص موسم الحج، يتوزع الحجيج التونسيون على 5 نزل تتميز بقربها من مكة المكرمة تسهيلا لأداء المناسك، وقد اختلفت الآراء حول ظروف الإقامة. تفاصيل أكثر مع مفادة الأخبار إلى البقاع المقدسة وسام جويسن. في غرف تضم 4 أفراد وأخرى تضم 5 أفراد يسكن الحجاج التونسيون فيها، يتشاركون طعامهم ونومهم ليعيشوا فيها كعائلة واحدة ولو لفترة محدودة، وإن اختلفت الآراء حول ظروف الإقامة فيها. البيت ضوايقة لكن احنا عايشين أخوات، معنا ناكلوا مع بعضنا نقعدوا مع بعضنا نعدوا الوقت مع بعضنا نمشوا مع بعضنا للجامعة. ضيق نوعا ما، 4 فروشات في بيت اللي هي ربما ما تكفيش لثلاث فروشات فقط، يعني ضيق في التنقل بين الحجاج هنا في الأهل، لكن رغم ذلك هو أهون ما هو الموجود في المدينة، لأن المدينة فيها 5 فروشات في نفس المساحة. باهي باهي بالكذاب باهي لهين بينا بالكذاب ونمشوا من المسكن هنا معناها قريب لين الحرم. نمشوا نصلوا ونرجعوا ولاهين بينا صباح وعشيه. تقسيم الغرف هي على غرف خماسيه على اقصى تقدير، ومساحه الغرفه تاخذ بعين الاعتبار الطاقه الاستيعابيه من عدد الحجاج اللي فيها. كما تقدم للحجاج وجبه صباحيه. لا خدمات طيبه وماكله باهي حق. حاجه خارق العاده بصراحه. كل شيء موجود وكل شيء خيرة ربي، كل شيء مفرط لنا. توفر المصاعد إلا أنها تكتظ في أوقات معينة سيما أوقات توجه الحجاج إلى الصلاة، إلا أن الوضع سرعان ما ينفرج وذلك بمساعدة المرافقين الموجودين بالمكان. ثم زحمة برشا في الأسانسير وقت صلاة العشاء، أما الحق ثم المرافقين يعينونا. حجيج موزعين على 5 فنادق بالمنطقة المركزية، هي فنادق قريبة من الحرمين، من الحرم المكي وبنص أيضا في المدينة المنورة. في الوقت الحالي حجيجنا الكل متواجدين في مكة المكرمة في انتظار التصعيد لمشعر عرفة. حالي يعني هي فنادق من صنف 5 و4 نجوم، فنادق الحقيقة متميزة مقارنة بقية البعثات لأنها تمكن حجيجنا الميامين من أنهم يؤديوا صلواتهم الخمس مترجلين إلى الحرم، يعني ما يستحقوش النقل عمومي مثل بقية البعثات. يذكر أن الحجاج التونسيين يتوزعون على 5 نزل في المنطقة المركزية للحرم. تصريحات رئيس المجلس البلدي بالكرم فتح العيوني بخصوص رفض إبرام عقود زواج التونسيات بغير المسلمين مؤخرا أثارت جدلا كبيرا. عودة على أبرز ردود الفعل في التقرير التالي. تتالت المواقف حول تصريحات رئيس المجلس البلدي بالكرم فتحي العيوني الرافضة لإبرام عقود زواج التونسيات بغير المسلمين وإصدار تعليمات بعدم تسجيل اسم من غير الأسماء المسلمة في شهائد الميلاد، حيث أكد وزير الشؤون المحلية رياض الموخر اليوم أنه في صورة تطبيق ما أعلن عنه ولو في مناسبة وحيدة يحق للحكومة حل المجلس البلدي باعتبار هذا الفعل مخالفا للقانون، سيما وأن أحكام مجلة الجماعات المحلية وفصولها تعطي الحق في حل المجلس البلدي في صورة ارتكاب خطأ جسيم، مبرزا في الآن نفسه أن السلطة المحلية ومجلة الجماعات المحلية تعطي حرية التدبير في المجال البلدي لكنها تمكن أيضا من حق المساءلة أمام القانون في صورة الخطأ.
من جهتها استنكرت حركة النهضة في بيان لها تصريحات العيونية المنتخبة عن قائمتها في بلدية الكرم في الانتخابات البلدية الأخيرة، مؤكدة أن مؤسساتها الرسمية فقط هي المخولة للتعبير عن مواقفها، مجددة حرصها على سيادة القانون وتفعيل المناشير والقرارات الإدارية بما يخدم مصالح التونسيين دون استثناء. واعتبرت حركة نداء تونس أن تصريحات فتح العيوني تصب في خانة الفكر التكفيري الداعشي المهدد لمؤسسات الدولة والمعادي لمنظومتها القانونية والدستورية حسب بيان صادر عن الحركة، مطالبة جميع القوى السياسية والمدنية الديمقراطية إلى اليقظة والتعبئة تجاه هذه الانحرافات التي وصفتها بالخطيرة. من جهتها اعتبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات تصريحات العيوني حول عدم عقد أي قران تونسية بشخص غير مسلم انتهاكا صارخا لقوانين البلاد وتشريعاتها. تمكنت وحدات الحرس البحري لمنطقة صفاقس التابعة للإقليم البحري بالوسط أثناء قيامها بتمشيط لسواحل تعود لها بالنظر، تمكنت من إنقاذ 14 مجتازة للحدود البحرية خلصة في سواحل الوطا من بينهم 4 تونسيين فضلا عن انتشال جثة. وتعمدت مجموعة المجتازين إلقاء الزجاجات الحارقة على مركب دورية الحرس الوطني، كما قاموا بحرق جزء من الزورق الذي كانوا على متنه بعد سكب كمية من البنزين عليه. وقد تم تعزيز الدورية بوحدات الغطس من الحرس البحري والحماية المدنية والجيش الوطني للبحث عن جثث محتملة، وتم توجيه أحد المجتازين إلى مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس بعد إصابته بحروق لإسعافه، ثم إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس. في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل العدوان الإسرائيلي، فقد استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب 270 آخرون جراء اعتداء قوة الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السلميين المشاركين في جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى في مخيمات العودة شرق قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن شابا فلسطينيا استشهد إثر إصابته برصاصة في الرأس قرب مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد شاب ثاني بعد إصابته شرق رفح. وكان 10,000 من الشبان قد وصلوا إلى مخيمات العودة الخمسة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار. ويخرج الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 30 مارس الماضي تجاه السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، وقد بلغ إجمالي عدد شهداء مسيرة العودة 158 شهيدا إضافة إلى نحو 17,000 جريحا. في الشأن السوري، يقوم المبعوث الأممي إلى روسيا ستيفان دي مستورا بداية من منتصف الشهر المقبل بجولة جديدة من المباحثات ستتناول بالأساس آخر الاستعدادات لتشكيل اللجنة الدستورية التي ستشرع في صياغة الدستور السوري الجديد. الملف السوري يعود إلى الواجهة الدبلوماسية من جديد منتصف الشهر المقبل، وذلك بسلسلة لقاءات يعتزم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا عقدها في مدينة جنيف السويسرية. من المنتظر أن تشهد حضور مختلف الأطراف المشاركة في جهود حل الأزمة السورية. وحسب ما أكدته ممثلة مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، فإن هذه الاجتماعات ستخصص لوضع اللمسات الأخيرة لتشكيل اللجنة الدستورية التي ستشرع في صياغة الدستور السوري الجديد. وجه آخر للتحركات الدبلوماسية المتصلة بالملف السوري تقودها روسيا، التي تعمل على عقد قمة ثلاثية روسية تركية إيرانية بداية الشهر المقبل أيضا، من المرجح أن تحتضنها العاصمة الإيرانية طهران. ستناقش خلالها الجوانب الإنسانية للملف وقضية اللاجئين السوريين. ومع تتالي المبادرات السياسية الهادفة إلى إنهاء الأزمة السورية ومع اختلافات في الأساليب والغايات، يسابق سكان هذه المدينة وما تبقى منها بعد سنوات الحرب المدمرة، يسابقون الزمن من أجل إعادة إحيائها. إنها مدينة حلب من أقدم مدن العالم وأكبر مدينة سورية، شوهت الحرب معالمها وتضررت إنسانيا واقتصاديا بفعل القتال والقصف، فتوقفت عجلة الاقتصاد بها بعد احتراق معظم أسواقها القديمة. وتعمل السلطة الآن على إعادة إعمارها وعلى تشغيل ما يزيد عن 500 مصنع مدمر في المدينة الصناعية التي أصبحت اليوم وجهة محبذة لدوائر الأعمال في روسيا والصين ومن بلدان أوروبية كثيرة.
فيما يخص الأزمة الاقتصادية التركية، بات الدولار الأمريكي اليوم يساوي 6.2 ليرة بسبب أداءات جمركية مضاعفة فرضتها الولايات المتحدة على سلع تصدرها تركيا إليها. أنقرة سترد على واشنطن بالمثل في حال بدرت هذه الأخيرة بفرض أي عقوبات جديدة على حليفة الأمس القريب. هكذا عبرت وزيرة التجارة والجمارك التركية عن موقف بلادها من تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. روس أربكجان قالت إن بلادها ردت بمثل ما عملت به حين بدأت الولايات المتحدة بفرض عقوبات جمركية عليها، وإنها ستواصل معاملة العين بالعين إن تكرر الإجراء. تصريحات المسؤولة التركية جاءت ردا على ما بادر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس من إعلان الوعيد بمزيد تضييق خناق العقوبات على تركيا إن هي لم تعجل بإطلاق سراح القس الأمريكي المحتجز لديها أندرو برونسون. وزير الخزانة الأمريكية قال هو الآخر أمس إن واشنطن على أهبة الاستعداد لاتخاذ خطوات عقابية أخرى ضد أنقرة إن لم يتم الإفراج عن برونسون سريعا. تقاذف التهديدات وتبادل العقوبات الذي بدا سريعا بين الحليفين الاستراتيجيين في ظرف زمني قصير وفي مشهد دولي لم يكن ليوحي بأي إمكانية توتر من هذا النوع بينهما بات سمة العلاقات التركية الأمريكية الغالبة منذ الأسبوع الفارط حين رفعت واشنطن قيمة الأداءة الجمركية على الصلب التركي المستورد بقيمة النصف وعلى الألومنيوم بمقدار الخمس في حركة قالت إنها عقاب لصديقتها التي لم تكن جيدة وفق تصريح وزير الخزانة الأمريكية والتي تحتجز قصا أمريكيا اتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإرهاب وبدعم محاولة الانقلاب التي نفذت ضده جويليا 16 و2000. وفي تطورات حادثة انهيار جسر للسيارات في مدينة جنوة الإيطالية، هدد رئيس الحكومة جوزيبي كونتي شركة المشغلة للطريق السريعة التي انهار جزء منها الثلاثاء الماضي، هدد بسحب امتياز الشركة على خلفية ما اعتبره إخلالا منها في تأمين صيانة الجسر وسلامة العابرين منه. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الشركة أن سحب الامتياز منها سيكلف الحكومة غرامات باهظة. في الأثناء أعلنت السلطة الإيطالية يوم الغد يوم حداد وطني على أرواح ضحايا الحادثة الذين بلغ عددهم 38 قتيلا فضلا عن 15 مصابا. انتخب البرلمان الباكستاني اليوم زعيم حزب حركة الإنصاف الباكستاني عمران خان رئيسا للوزراء بعد حصوله على 176 صوتا من أصل 342 في الجلسة البرلمانية التي انعقدت اليوم. وكان حزبه الذي فاز بأغلبية المقاعد في البرلمان في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي قد رشحه الاثنين الماضي لهذا المنصب. وسيكون رئيس الوزراء الجديد عمران خان بحاجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة. في أخبار الرياضة، انطلقت منذ قليل مباراة الترجي الرياضي مع ضيفها الأهلي المصري ضمن خامس جولات دور المجموعات من كأس رابطة الأبطال الإفريقية، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي دون أهداف في حدود الدقيقة 27. وفي الإطار ذاته يخوض النجم الساحلي مباراته أمام نادي غرة أوت الأنغولي غدا بداية من 8 ليلا في الملعب الأولمبي بسوسة. ويذكر أن فريق جوهرة الساحل كان قد ضمن تأهله للربع النهائي منذ الجولة الفارطة شأنه شأن الترجي الرياضي. وسيكون الموعد غدا أيضا مع انطلاق منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التونسي في جولة افتتاحية ستقام على 4 دفعات. تعود عجلة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للدوران في موسم جديد ينتظر منه الكثير في ظل الصفقات المبرمة طيلة فترة الميركاتو والاستعدادات الحثيثة لكافة الأندية التي تدخل غمار البطولة برهانات مختلفة. منافسات تأتي بعنوان منح الثقة للأطر الفنية التونسية، إذ أن 11 فريقا اختار التعويل على مدرب تونسي، فيما سيعتمد 3 آخرون على مدربين أجانب. موسم 2018-2019 لم يكن مغايرا لسابقيه من حيث اللخبطة في البرنامج، إذ وقع تأجيل مباراة الجولة الأولى بين نادي حمام الأنف والنادي الإفريقي إلى 26 من أوت الجاري لعدم حصول اتفاق حول الملعب المستضيف لها، لتدور بذلك مباريات الجولة الافتتاحية على 4 دفعات، تكون الأولى منها غدا عندما يلاقي الاتحاد المنستيري ضيفه الملعب التونسي بملعب بن جنات.
بينما سيكون الموعد يوم الأحد مع ثلاث مقابلات يباري خلالها الملعب الجيبسي الطامح لتحقيق بداية إيجابية فريق نجم المتلوي الباحث عن المحافظة على مكانته ضمن أندية نصف الترتيب الأول، فيما يستضيف اتحاد بنجردين السعي إلى تفادي سيناريو الموسم الماضي مستقبل جيبس الذي شهد تغييرا شاملا في مجموعة لاعبيه. كما ستشهد افتتاحية الموسم عودة النادي البنزرتي لملعب 15 أكتوبر حين يواجه في مباراة القمة نادي صفاقسي الطامح للعب الأدوار الأولى مع مدربه العائد رود كرول الذي قاد الفريق إلى آخر تتويجاته عام 2013. تجديد العهد مع منصة التتويج يعتبر هدفا رئيسيا كذلك بالنسبة للنجم الساحلي الذي قام بعدد من الانتدابات أبرزها استعارة خدمات محمد أمين بن عمرو ياسين الشيخاوي. النجم سيستضيف يوم الأربعاء شبيبة القيروان الباحثة عن إيجاد توازنها بعد الأزمة الإدارية التي جعلتها تعول على عناصرها الشابة. أما الترجي الرياضي فسيستهل حملة الدفاع عن لقبه بملاقاة اتحاد تطاوين الذي تعاقد مع المدرب اسكندر القصري في بحث عن تثبيت مكانه ضمن أندية النخبة. واستعدادا لبداية الموسم الرياضي الجديد أعلنت وزارة الشؤون الشباب والرياضة في بلاغ لها اليوم السماح لكافة الجماهير الذين لم يتجاوز سنهم 18 عاما بالدخول للملاعب الرياضية شريطة أن يكونوا مصحوبين بمرافق، كما تم تحديد طاقة الاستيعاب بالملاعب بين 40 و70% تخصص منها نسبة تتراوح بين 5 و10% لجماهير الفريق الضيف. كما نص البلاغ أيضا على تشريك لجان الأحباء في مختلف مراحل التنظيم بعد التنسيق مع الهيئات المديرة للجمعيات الرياضية. أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة مشاركته بدورة ستانكوفيتش الدولية في الصين في المركز الثاني بعد الفوز ظهر اليوم على منتخب فنلندا ب 74 نقطة ل 73، وتعد هذه البطولة محطة تحضيرية هامة لعناصرنا الوطنية قبل خوض ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفية المؤهلة لبطولة العالم الشهر القادم في قاعة رادس. ونختم النشرة بأجواء مدينة حلق الواد خلال فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان عيد الحوت التي انطلقت أمس. عروض تنشيطية متنوعة وأطباق سمك مختلفة كانت متعة للحاضرين. الشارع الرئيسي بحلق الواد والذي كان من أبرز الفضاءات التي احتضنت فقرات مهرجان عيد الحوت حاضر في أحد أطرافه جمهور لمواكبة العرض الموسيقي لسفيان صفتة. صيفي هكا ولازمها الفرق هذه ولازمنا شويه غناء هكا والمواطن يحب يفرح. هذا الجمهور تابع ايضا عرضا تنشيطيا لدمن عملاقه رافقها بعضه الى الطرف الاخر من الشارع ليواكب عرضا في موسيقى اسطنبولي. جو 100% تونسي. المطاعم التي امتدت بين النقطتين فاحت منها رائحه شواء السمك وتعالت منها أصوات أصحابها لإقناع الزوار بتناول طبق سمك أصبح من مميزات مهرجان عيد الحوت بحلق الواد. حوت عندنا القاروص وعندنا الدورات والسعر 10 دينار. طارنا صاي هوني باش نتعشي وحنا جينا من بنزرت. جانا بالذمة باش نحضروا لهنا ونحتفلوا معك أني والمدام والصغار، احنا مقيمين في فرنسا أول مرة. هي المرة الأولى كذلك التي يحدث فيها، وبمناسبة هذه الدورة مقهى ثقافي بالمعلم الأثري بحق الواد الكركة حتى يكون فضاء للأنشطة الثقافية. وهي المرة الأولى أيضا التي تسند فيها مهمة تنظيم المهرجان للجمعية بدل هيئة متعينة قبل موعد انطلاق المهرجان بأشهر، وما في ذلك من إيجابيات على مستوى الاستمرارية الإدارية وحسن التنظيم. ما عادش باش يضيع كما ضاع قبل، يولي على مدى السنوات، ومع العلم اللي كونوا باش نثمنوه بالتعاون مع أولاد حلق الواد باش ندخلوه معاهم كمجتمع مدني باش نجموا ننظموا المهرجان هذايا. وعندنا استراتيجية في المهرجان اللي هو باش حاب نوليه متوسطي يولي عنده إشعاع أوروبي وعالمي. هذه العالمية ستكون قطعا فضاء أرحب لرسائل المهرجان وهي ثقافية بالأساس وترتكز على مبادئ التسامح والانفتاح على الآخر. إليكم الآن تذكيرا بالعناوين. رئيس الحكومة يتابع المنظومة الحدودية الأمنية والديوانية لمعبر ببوش ويعلن الانطلاق قريبا في مشروع تهيئة معبر ملول الحدودي مع الجزائر.
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تزايد الإقبال على نقاط بيع الأضاحي، ووزارة الصناعة تطلق حملة وطنية لتجميع جرود الأضاحي وتثمينها. شهيدان فلسطينيان و270 جريحا برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي في جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى شرق قطاع غزة. يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.